رمضان فرصة للإقبال على الله جل وعلا، ونعمة من نعم الله تبارك وتعالى على عباده. إذا رمضان أتى مقبلاً فأقبل، فبالخير يستقبل، لعلك تخطئه قابلاً وتدعو طويلاً فلا تقبل. أتى رمضان مزرعة العباد لتطهير القلوب من الفساد، فأدِّ حقوقه قولاً وفعلاً، وزادك فاتخذه للمعادي. فمن زرع الحبوب وما سقاها تأوه نادماً يوم الحصاد. يا ذا الذي ما كفاه الذنب في رجب حتى عصى ربه في شهر شعبان، لقد أغلك شهر الصوم بعدهما فلا تصيره أيضاً شهر عصيان. واتل القرآن ورتل فيه مجتهداً، فإنه شهر تسبيح وقرآن. وانظر إلى من صام في سلف أو من سلف من بين أهل وأصحاب وجيران، أفناهم الموت واستبقاك بعدهم حياً، فما أقرب القاصي من الدان.